عليكم خوتنا خياتنا، مرحبا بكم على المجوهرات. الاخوه عمري المتواجد في دائره وادي العليق ولايه البليده، رقم الهاتف تاعنا هو 06 74 65 50 19. نقول لكم خوتنا ها ملي باك تاع الشوفه، كاين بزاف اللي وصلونا على الباك تاع الشوفه، ها نوريهم لهم. هاهم حاجه خفيفه، حاجه تاع توليجور، شوفوا الله يبارك. كاين هذا في الديور حاجه شابه، وحاجه في 1600، كان هكذا في الكاري دار 1800، كان هذا مدور ثاني شباب حاجه شابه تاع شوفه حاجه خفيفه، كان هذا ثاني شباب هذا الكاري، هذا كاين هذا ثاني موديل شباب ثاني خفيف. وعليكم السلام. كاين هذا شباب ثاني دار 1100، ها دار 11000، خاتم تاع 1100 حاجه كادو. هذا كان هذا الموديل ثاني شباب دار 1500. مرحبا بكم، راكم لاه لاباس بخير الحمد لله، الله يسلمك هذيك مبارك. كان هذا الموديل دير 1600 ثاني شباب، يوالا نتاع تاع شوفه حاجه شابه. ها شوف حاجه شابه ما شاء الله. خوتنا بارطاجيو، نقول لكم لي موديل حاجه تاع مناسبه تاع خفيفه. كان هذا في المغروطه ثاني شباب، ها ما شاء الله دار 1500 خوتنا. ها الاسعار باذن الله منخفضه جدا جدا عن مجوهرات الاخوه عمري. زيد زيد كان هذا الموديل الشباب ما شاء الله تاع البوله حاجه كلاس. شوف حاجه شابه ما شاء الله. ها شوفوا لبستو كيفاش تكون، هاي لبستو كيفاش تكون. شوف هذه ذهب، هذه ماشي عقاشه ولا هذه ذهب، حاجه تاع ذهب هذا، ماشي لي بيير ولا. كاين ثاني هذا الموديل ثاني في الخفيف ويعمر العين، حبيتي في ستيل هذا يولا ثاني تاع الشوفه. خوتنا بارطاجيو بارك الله فيكم. ها هذا دار 1600 خوتنا، حاجه سون بيير ما فيش لي بيير، ذهب صافي. هذو كاع خوتنا اللي وليتهم لكم لي بيير كاع ما فيهمش. ها شوفوا ها هذو كاع لي بيير كاع ما فيهمش، هذو كاع ذهب صافي وسوما خفيفه خوتنا تاع الشوفه. هذو يديروا 1,400,000 وطلع من 14 وطلع. ها خوتنا نذكروا المحل تاعنا متواجد في دائره وادي العليق ولايه البليده، رقم الهاتف تاعنا 06 74 65 50 19. زيد كاين واحد لي موديل تاع لي باج فيونساي، حاجه ثانيه في الخفيف، حاجه تعمر العين وسومه الشابه. 1737. ها خوتنا شوفوا هذا الموديل الاول، ها هو هذا الموديل دار 2,300,000، دار 2,300,000. ها به بلاليونس، ها هو الخاتم تاع فيونساي، وهذا لاليونس دار 2,300,000. هذو لي موديل ولي سوم هذو ما تلقاهم في حتى محل اخر خاوتنا، 2,300,000. عندنا هذا الموديل ثاني شباب تاع النجمه، هذا ثاني شباب ما شاء الله، هذا خاوتنا دار 2,600,000. ها شوفوا الله يبارك تاع النجمه دار 2,600,000، حاجه تعمر العين ما شاء الله، وذهب صافي خاوتنا ما فيش العقاش، ذهب صافي خاوتنا. شوفوا لي كومونتير تاعكم، ومن راكم تتبعوا فينا خاوتنا بارطاجوا معنا باش نشوفوا لهم راكم تتبعوا فينا، وكومونتيو لنا ديروا لنا لي كومونتير شابين. دار 2,600,000، عندنا هذا تاع الانفينيتي دار 2,800,000 خاوتنا، زيد عليه 200 برك، دار 2,600,000. شوف خويا شوفي اختي، ها هو باك دو فيونس، هاو لاليونس تاعو شباب ما شاء الله، وها هي لا باك دو فيونس، حاجه ما شاء الله وتعمر العين وسومه شابه، دار 28، وهذا خوتنا دار 23، ها هو به بلاليونس دوبلي زوج خواتم داروا 23، وعندنا تاع النجمه دار 2,600,000. هذو لي بريما تلقاهم، هذو خوتنا تلقاهم في محلات اخرى من 3,000,000 وطلع، تلقاهم من 3,000,000 وطلع عند مجوهرات الاخوه عمري في وادي العليق خلف الحي المدنيه، راكم تلقاهم باذن الله ب 2,600,000 ب 2,800,000 وفيهم المساعد، نقدروا ان شاء الله نزيدوا نساعدوكم باذن الله. خوتنا نروحوا لي بارول خفاف اللي بزاف وصلونا عليهم، بزاف 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 اللي عيطوا لنا في العيد قبل العيد، قلنا واش راكم متوفر عندكم لي بارول خفاف. ها خوتنا دار 9,200,000 خوتنا، شوفوا ما شاء الله لبس تاعو كلاسيك كلاس ما شاء الله، دار هاي السنسله تاعو ما شاء الله منكشو طويل، وعندنا القرمه الثاني خوتنا هذا دار 9,200,000، دار 9,800,000. هذا تلقاوه فوق العشرة في محلات اخرى، تلقاوه يدير 10,500,000 حتى 11,000,000. عندنا خوتنا ولي 9,200,000 خوتنا، ها هو حجم ما شاء الله وتعمر العين، شوفوا السلسله تاعو روعه روعه ربي يبارك. ها باش تشوفوا خوتنا تشوفوا مليح السلسله تاعو، ها هي السلسله تاعو شوفوا الله يبارك، ها هي حجم ما شاء الله. خوتنا بارطاجيو بارك الله فيكم، بارطاجيو لنا في الجروب ربي يحفظكم ان شاء الله. هذا قلنا خوتنا 9,200,000
و200 عندنا لي موديل واحد اخرين ثاني خاوتنا هكذا دير 10,900,000 ها تا هو اليو دير 10,900,000 حاجه شابه ما شاء الله دير 10 مليون 900 راكم تبانوا معليش سامع وقال هذا هذا خاوتنا دار دار هذا 9,300,000 ها حجر ما شاء الله هاي يقول ما تاعو وعندنا مناكشو ثاني ها هم وعندنا السلسلة تاعو ثاني شابة ما شاء الله دارو هكذا خاوتنا 9,200,000 خاوتنا 9,200,000 باش نطقم حاجة كما احنا نقولو باش 9,200,000 خاوتنا ها هو بارو 9,200,000 مع لاباك دو فيونساي 2,400,000 احسب لي تشوف 9,400,000 وزوج 9,200,400,000 هاي هاي باش نديرو لهم هذا هاي 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 9,400,000 9 و 2,400,000 يطيح 11,800,000 خاوتنا ها عندنا البارول هذه وعندنا باك دو فيونساي كومبلي يطيحوا ب 11,400,000 خاوتنا هذا العرض ما تلقاوه في حتى محل 800 ها 11 2,400,000 ايه 11,800,000 11,800,000 خاوتنا هذا اللي ورينا دوكا 11,800,000 كاين موصل ثاني في الكارتي خاوتنا كاين اللي يحبوا الكارتي ها كومبلي عندنا السلسله وعندنا لي بوكل وعندنا ثاني لا غورميت كومبلي هذا خاوتنا دار 15,000,000 دار 15,000,000 دار 15,000,000 حاجه ما شاء الله وصوليد شوفوا السلسله تاعها صحيحه ما شاء الله تلبسوها دائما الملاك شتاو ثاني شابين خاوتنا شوفوا التعليقات تاعكم بارك الله فيكم راهم بلوكيا لي كومونتير راهم بلوكين الله اعلم علاه ماذا بكم بارطاجيو لنا خاوتنا لي كومونتير عندنا تريو شباب تريو شباب هكذا في السفلي دير هكذا كومبلي خاوتنا دير 7,900,000 دير 7,000,000 نفس حاجه ما شاء الله كاين ثاني وصلنا على حاجه في الكلاسيك نقولهم بلي كاين لي موديل في الكلاسيك ها هم خاوتنا دير 18,200,000 ها شوفوا لاشين تاعو كيفاش دايره شوفوا لي بوك تاعو كيفاش دايرين الخاتم تاعو والبراسلي هذا فيه براسلي مفيهش غورميت باش تعرفوا هذا الباري فيه براسلي ماشي غورميت ها حاجه ما شاء الله ايه لا سيدير كاين كاين هذا الموديل ثاني في الهوليود دير 10,900,000 دار 10,000,000 نفسه هاي قول متاعو شبه تعمر معي ومناكشو حاجه شبه ثاني وعندنا السلسله تاعو خاوتنا ماذا بكم بارطاجيو قد ما تقدروا نوريكم ثاني لي بوك لي بوك بيستاش ها يقولوا لنا بزاف اللي حوسوا عليهم عندنا لي بوك بيستاش من نصورهم اكبر كاين كيما هذا الموديل هذا الموديل دار 2,000,000 و 900 دير 2,900,000 كاين هذا الموديل كاين هذا في 3 دي ثاني شباب دير 1,700,000 ها ذهب صافي ما فيهمش العقاش داروا 17 عندنا ثاني هذا الموديل اللي فيه تراتف وخلصنا بقى منه وحده برك ها شباب تاع بيستاش حاجه في الموديل ها كاين واحد الموديل ثاني لي موديل كاين هكذا داروا 1,600,000 ها حاجه في بيستاش دير 16,600,000 خاوتنا بارك الله فيكم ماذا بكم بارطاجي معنا هذا اللايف ونذكروا المحل كان توجد في دائره ودع عليك ولايه البوليده رقم الهاتف تاعنا هو 06 74 65 50 19 مرحبا بالجميع وبارطاجيو وربي يبارك فيكم ان شاء الله